إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من Ad Creator. في هذه الحلقة سنتكلم على طريقتين للحصول على فيزا الخطوبة أو فيزا الزواج. قسمت هذه الحلقة إلى ثلاث عناصر مهمة. العنصر الأول، تعريف تأشيرة الخطوبة أو تأشيرة الزواج. العنصر الثاني، أنواع التأشيرات. والعنصر الثالث والأخير سنقدم فيه نصائح مهمة للمتقدمين على تأشيرة الزواج أو تأشيرة الخطوبة. قبل أن نبدأ، اعملوا مشاركة في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم ليستفيد الجميع. لا تنسوا متابعتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا عندكم أسئلة حول الموضوع اطرحوها في التعليقات، لكن اطرحوا أسئلتكم بعد متابعة الفيديو، لا تطرحوا الأسئلة مباشرة، لأننا وضعنا كل المعلومات التي ستحتاجونها حول الموضوع في الفيديو. تابعوا الفيديو أولا، ثم إذا عندكم أسئلة اطرحوها في التعليقات وسنحاول أن نجيب عنها في الأيام القليلة المقبلة. لنذهب مباشرة إلى العنصر الأول الذي عنوانه تعريف تأشيرة الزواج أو تأشيرة الخطوبة. تأشيرة الزواج أو تأشيرة الخطوبة هي تأشيرة صادرة لشخص مولود في الخارج ويرغب في الدخول إلى أمريكا للعيش مع الزوج والزوجة الحامل للجرين كارد أو الجنسية الأمريكية. وهذا يعني إذا كنت تملك عقد زواج وزوجتك حاملة للجرين كارد أو الجنسية الأمريكية، لك الحق في طلب تأشيرة الزواج أو تأشيرة الخطوبة والذهاب للعيش مع زوجتك في أمريكا. هذه التأشيرة فيها نوعين أساسيين سنتكلم عنهما في هذا العنصر الثاني الذي عنوانه أنواع التأشيرات. الكثير من الإخوة والأخوات يقولون لك أنهم تعرفوا على أمريكا أو أمريكية، هل إذا بعث لي دعوة invitation أو إقامة hébergement أستطيع أن أخذ فيزا سياحة وأسافر إليه ثم نتزوج؟ هذا هو تفكير الأغلبية، ولسوء الحظ هذا التفكير خاطئ تماما. القنصلية سترفض طلب فيزا الزواج في المستقبل لسبب سبق الإصرار والترصد وبدون مداولة، هذا يعني sans réclamation. المثال في هذه الصورة، هنا تم رفض الفيزا وبدون مداولة. هناك فقط طريقتين أو تأشيرتين وحيدتين يمكن أن تساعدك في هذا الغرض. الطريقة الأولى أو نوع التأشيرة الأولى هي تأشيرة الزواج CR بالإنجليزية Conditional Resident Visa. هذه التأشيرة معروفة جدا عندنا، وهي التأشيرة التي يطلبها معظم شباب الجالية، خاصة الناجحين في اللوتري عند الخطوبة أو الزواج في بلدهم الأصلي. الشرط الوحيد والأهم في هذا النوع هو أن تكون عقدت ومعك عقد الزواج، والزواج مسجل في الحالة المدنية لبلدك، ومعلومات الزواج موجودة في شهادة ميلادك. كما قلت، هذا النوع معروف جدا عندنا. مثلا إذا نجحت في اللوتري وأنت عازب وسافرت إلى أمريكا وبعدها بسنوات رجعت إلى بلدك وخطبت وعقدت مع خطيبتك، الشرط الوحيد لطلب التأشيرة هو عقد الزواج، لن يحتاج إلى إثباتات أخرى للعلاقة كالصور مثلا. مدة انتظار هذا النوع من التأشيرة هي بين 14 و18 شهر. بعد الحصول على التأشيرة ستسافر إلى أمريكا، ستحصل على الجرين كارد والسوشال سيكيورتي في حوالي أسبوع إلى 3 أسابيع، وتنطلق حياتك بطريقة عادية وطبيعية كأي مواطن أمريكي. هذا النوع ينقسم إلى قسمين، CR1 ومعناه conditional مشروط. والشرط في هذه الحالة يقول إذا سافرت في أقل من سنتين من الزواج يمكن أن تجدد الجرين كارد في سنتين مع توقيع الطرف الأمريكي، ويقومون بهذا لتفادي الخداع وطلب الطلاق بعد استلام الجرين كارد للمرة الأولى. أما النوع الثاني اسمه IR1 ومعناه Immediate Relative. في هذه الحالة إذا سافرت بعد سنتين سيقدمون لك جرين كارد صالحة لمدة 10 سنوات. التأشيرة الثانية أو نوع التأشيرة الثانية هي التأشيرة التي يطلب شبابنا كثير معلومات عنها، خاصة الذين عندهم صديق أو صديقة في أمريكا تعرف عليها في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا النوع من التأشيرة اسمه تأشيرة الخطوبة K1.
من الشروط الأساسية لهذه التأشيرة هي عند تقديم الطلب لـ USCIS يجب على الملف أن يحتوي على أدلة كثيرة لعلاقتكم، وأهم الأدلة أنكم التقيتم شخصيا على الأقل مرة واحدة في آخر سنتين، وجود صور تذكارية معك ومع العائلة، تقديم تذاكر أماكن الالتقاء كتذاكر السفر، السينما والحفلات الموسيقية، وتقديم وصولات شراء وإرسال الهدايا لبعضكم البعض أثناء مدة العلاقة. مدة انتظار تأشيرة K1 هي بين 12 إلى 18 شهر. هناك شرط آخر بعد الحصول على الفيزا والسفر إلى أمريكا، عليك أن تتزوج بها وتطلب تغيير الوضعية في مدة 90 يوم من دخولك إلى التراب الأمريكي، ولا يمكنك أن تشتغل حتى تصل كل أوراقك. لنذهب مباشرة إلى العنصر الثالث والأخير لهذه الحلقة، الذي سنقدم لكم فيه نصائح مهمة حول موضوع الزواج والحصول على التأشيرة للسفر إلى أمريكا. هذه النصائح ستوفر لك الوقت وستساعدك على تعجيل العملية وطلب الفيزا. أول نصيحة وأهم شيء أنصحكم به هو أخذ محامي هجرة ليقوم بكل الإجراءات. هو يعرف القانون ويعرف نوع التأشيرة التي ستلزمك والوثائق التي ستحتاجها. ثانيا، جهزوا وخصصوا مبلغ مالي معتبر لهذا الغرض. ثالثا، فيزا السياحة لن تفيدك في شيء في هذه الحالة. رابعا، لا تتسرعوا، ابنوا العلاقة، اجمعوا كل الشروط اللازمة لنوع التأشيرة المناسبة بكم من وثائق، صور وإثباتات للعلاقة. والنصيحة الأخيرة، جهزوا أنفسكم جيدا ليوم المقابلة، لأنه في يوم المقابلة سيطرحون عليكم أسئلة كثيرة لها علاقة بالطرف الأمريكي والوثائق التي وضعتموها في الطلب. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن نكون قد أفدناكم بالمعلومات التي قدمناها. إذا عندكم أسئلة أو استفسارات اطرحوها في التعليقات وسنحاول أن نجيب عنها. اعملوا مشاركة في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم ليستفيد الجميع. حظ موفق. Good luck to you guys and bye.